ألو، ألو، مرحبا. أيوة، مين معايا؟ معك آيات محمد أحمد السنوي. طيب، مدام آيات دي أول مرة اتصلت علينا ولا؟ لا، ده المرة الثالثة. تمام، أنت اتصلت حاليا راديو مبادرة الحقوق اللاجئين الأفارقة. تمام. أنت عايز تقدم شكوى؟ أيوة، عايزة أقدم شكوى والله. يعني سان أنت أندرو لاجئ في بالذات، مصر؟ بسان أندرو. ولستك. أنت لاجئ في مصر؟ أنا لاجئة في مصر. أيوة، طيب، من إمتى؟ من 2014، 2004. شهر 6 2014، يعني ده سنة 8 سنة كده، كم؟ 8 سنين بالسنة دي. 8 سنة. 8 سنة. أنت أسرة ولا وحدك؟ لا، أنا وحدي. تمام، أوكي. طيب، مزوجة ولا ما مزوجة؟ لا، أنا منفصلة، يعني لوحدي، مطلقة. أوكي، طيب يا أختينا، تفضل قدم الشكوى بتاعتك. أنا عندي مشكلة، أنا عندي مشاكل صحية كثيرة، يعني عندي سكر وضغطي وكوليسترول في الدم وخشونة في الأرجل، دي كلها جاتني بسبب الشغل والتعب هنا وكده. لما جيت البلد دي جيت سليمة، ما كنت عندي أي أمراض، فبرضه حصلت لي حوادث كثيرة، والأسباب دي هي جابت لي الأمراض دي. ف قدر ما بحاول بتصل المفوضية، ما في رد، ما رد. والله العظيم أنا آخر مرة من شهر 10 بتصل لتاريخ اللحظة، تليفون واحد بيدخل معايا أكثر من 14 و16 رقم، ما بيدخل، مشغول 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 لحد اليوم يخلص. تمام. ايوه، ولو فتح معاك شوية ترجع اسمه ده الموظف بيرفضه أو شنو، بيعمل المهم حاجة كده، التليفون تاني خلاص، يعني ما يجمع معاه. يعني فمشيت سان أندرو. يفصل وحده، مشيت. نعم، التليفون يفصل وحده، ما يفصل لوحده، هما بيفصلوه. هم لو فتح كده، بيرفضوه. لو فتح هما بيرفضوه. اي اوكي، طيب، اي وحاليا ايه المشكلة بالضبط؟ يعني هو المشكلة الشكوى بتاعتك المشكلة أن أنا على حسب ظروفي المرضية دي، وبعاني وما عندي أصلا سكن من شهر 10، وكان بلغت المفوضية، والمفوضية عندها علم بالكلام ده. تمام. و أيوة، عنده علم بالكلام ده أيام الكورونا. المفوضية قال لك ايه بالضبط؟ المفوضية قالوا لي طالما المشاكل دي عندي، حوادث حصلت لي، قالوا لي المشاكل دي طالما كلها جات في آن واحد، نشوف كده هل شنو ونرد عليكي. فطبعا صعبة، يعني أيوة صعب بالنسبة للواحد. أنت بتكون يعني مريض، عندك مشاكل صحية، وحالة المادية صعبة، وهم فعلا يعني منظمة الغذاء منزلة لي 400 جنيه بتاعة الغذاء، لكن في الأغلب شهرين ما يجيني، يجيني شهر، طيب، يعني بآلي بتبصم. نعم بالنسبة للمفوضية، نعم المفوضية بيعمل لك المساعدة ولا لا؟ المفوضية عملتني مساعدة في الكورونا الأولى 1800 جنيه، وفي الكورونا الثانية ده قبل أسبوع نزلوا لي 1800 جنيه. يعني تمام. أنا عايز ده أعرف، مساعدة، ده عايز مساعدة. أعرف أيوة مدام عياد، مين نعم أنت سجلت من 2014 نعم لغاية دلوقتي، أنت صرفت فلوس كم من المفوضية؟ صرفت 1800 و1800، يعني ال1800 ده ادوني له في يعني شهر خمسة صرفت ده 3600. بس. ايوه أوكي، بس، وده كله يهو في السنة اللي فاتت، وفي شهر خمسة ده الخلص ده. هل عندي سؤال، هل بينزلوا لك المساعدة بتاعت الإيجار ولا ما فيش مساعدة؟ لا، خالص خالص خالص. أوكي. بس انا دايره اتكلم في الموضوع ده عشان نسبتك، وبعدين انا ذاتي يعني احتاج عايز مرتب شهري، يعني انا احتاج ايجار واحتاج مرتب شهري، طيب، انت لانه انا قدمت سيرتيفيكت بالنسبه للايجار؟ كلمت مفوضيه، قالوا كلم بستك. تمام، كلمت بستك ده اكثر من 600 مره، طيب. وقابلت كل الموظفين اللي بيعملوا الاخصائيين الاجتماعيين،
فكلهم بيقولوا لي انت ما تستحقي عشان انت لوحدك. فقلت ربنا لهم يخليك. ليه انا، ليه انا ما استحق؟ قال عندنا معايير، انت ما اسره. قلت لهم طيب انا طيلة ال7 سنين اللي فاتت دي انا شغاله، ما جد دقيت باب ال حتى الناس اللي عندهم أسرة كمان ما هم ما بتنزلهم لهم ايوه. اللي هم بقول عليك ده. ما انا سالتهم قلت لهم انا طول السنين ده ما جد دقيت باب كرتاس ولا باب اي دول. قلت له انا دايره حاجه، انا بشتغل بيدي، لكن بعد كده انا حالتي الصحيه اتدهورت. اتدهورت ليه؟ اتدهورت بسبب العمل الشاق وبسبب الحاله النفسيه والضغوط، وانه انا ما بلقى حاجه من المفوضيه. تمام. ايوه فقلت لهم انا انسانه مريضه، وفعلا كان اغمى عليه 4 مرات. الكلام ده اغمى عليه 4 مرات في شهر 2 اللي فات ده. اتصلت بيهم قلت لهم انا عايزه دكتور. رد علي بتاعت الطوارئ قال لي تمام الدكتور هيتصل بيك. كتر غيره فعلا كلم واحد اتصل بي، يعني لحقته ما تعرف سوري، ما تعرف شنو يمني، ما تعرف شنو، يتكلم معي وسألني وقال لي خلاص انا برجع لك. اخذت اسبوع ما رجع لي. قمت اتصلت عليه، تمام. اتصلت عليه وقلت له في الواتساب، ما اتصلت مباشر، قلت له انا تعبان وظروفي كده كده وكنت عايزه دكتور. قام قال لي تتوجه الى كرتاس، كتب لي الكلام ده. فانا طوالي قمت قلت له طالما انت دكتور ما المفروض تقول لي تمشي كرتاس؟ انا كرتاس جاي منه وشايف كرتاس ما عملت لي شيء، وظروفي والحاله دي بتخليني ادخل في اخماعات، ده ما حاله كرتاس. فانا طلبت طبيب، انت ما بتوصف لي كرتاس. قلت له انت اصلا ما طبيب، انا استفزت برضه، قلت له انت اصلا ما طبيب، لو انت طبيب انت اسبوع تقول لي استني وما تسال اني لحد ما انا اتصل، لما اتصل تقول لي امسك كرتاس. وقفلت القطع على كده وخليته. فكنت تاني اتصلت المفوضيه برضه بسبب السكن والكلام ده، قال لي اتصلي بنسبستك. ها اخر واحد من نسبستك قال لي عشان انت ما متزوجه. قلت له تعال، قلت له عندكم المعايير هنا بيلزم الانسان يكون متزوج او يكون عنده اطفال. قلت له طيب اذا ظروف الحياه جبرتك انت ما تكون متزوج او عندك اطفال، يعني انت ما من حقك بتساعد. فانا كده استغنيت عنهم وسبته. تمام. فمنظمه بستك منظمه سيئه جدا. تمام. يعني حتى لو بيشتغلوا بالتمييز والعنصريه، يعني عندهم دروب كده ملتويه بيمشي بيها، لكن الانسان المفترض، الانسان المفترض اللاجئ المفترض هو محتاج يدوه حقوق يوقفوا معاه. لا، ففي واحد قال لي لا، في اخصائيه اسمها سميره كانت متواصله معاكي في 2019. قلت لهم انا اتصلت عليكم في 2021، ايه اللي جاب ال 2019؟ ايوه عشان تقول لي انا في 2019 اخصائيه دي بتتواصل معي. فرفعت شكوى، قلت لهم انا رفعت شكوى، انت بتشيلوا ملفات اللاجئين وبتعملوا بها تلاعبات. تمام. فقال لي خلاص رفعنا الشكوى، ولا كده ولا كده. حتى سالتهم قلت لهم ادوني العنوان بتاعكم، وصفوا لي عنوانهم، ادوني له في الدقي فيات الكورونا، حتى لو مشيت ما عارف ادخل. عنوان ايه في الدوكي؟ عندهم عنوان هم مكتب عنوان بتاعت عنوان رئيسي بالظبط، هم ما يدوه. لا انا وروني في الدقي، هم وما أدوني، ما ادوني هم النازستك، لا انا اخذت من ناس ثانيين. بوصف ناس كده عارفين انه هناك وصفوا لي. تمام اوكي. اي لكن والله برضه في واحد خطر غيره برضه من بنتك وصفوا لي، قال لي في الدقي. اوكي. في الدقي اي شارع كم وصف لي، قال لي على كوبري الخشب وكده، وخلاني على كده يعني قرب المسافه بس وخلاني. فنزلتك ما قاعدين يعني يساعدوا انسان. قمت اتجهت على سان اندرو. انا بتصل واقسم بالله في سان اندرو بتصل قرابه 5 شهر ما بردوا. ولما تتصل انا بكون عندي يعني مشاكل، يعني مشاكل قانونيه. تمام. غير المشاكل الاجتماعيه، فبقوم بشيل الاوراق بتاعي. انت عارف الناس سان اندرو ولا الناس بتاعت البيستيك وكل منظمات شريك تبع مفاوضية ده،
الاخر قرار بيرجع للمفوضيه، انت تصل مباشر على المفوضيه. ما المفوضيه ما برد نتصل عليه ازاي؟ ما انا بتصل هو ما برد. عملت طيب. عملت عملت ايميلات، عملت ايميلات اكثر من 6-7 ايميل. عملت 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 ايميلات بال 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 اسمه ده بالتليفون بتاعي بالبريد الالكتروني عندي. عملت شكوى كبار السن وعملت شكوى ثاني استقبلوها ورد علي في شهر 10، رد علي موظف اتصل علي من الحمايه وسالني وخلاص، ثاني ما رجع لي ولا شيء. بعد كده برضه حصلت لي كم مشكله وراها، فعملت ايميلات بتليفون وحدي واختنا فردوا قالوا استلمنا وهنرجع لكم. وتاني عملت برضه بتليفون واحد بتليفون شخصين ثانيين برضه استلموا وبرضه ما في دول رد علي. اتصلت تليفون ردت عليه موظفة فقالت لي انت مش كان صرفتي اخذتي الفلوس بعد 3 شهور تاني ما في مساعدات. قلت له ازاي؟ هو قال لك كده؟ اي قالت لي اخذت فلوس بتاع 3 شهور، اخذت 600. قلت لها اي اخذته. اخذت كم؟ ف 600 600 ده ما هو 1800 بس. ادوني 1200 براوي و 600 براوي بقى 1800 بس السنه اللي فاتت. فقالت لي خلاص كده بس. هم قال لك كده؟ ايوه دي موظفه قالت لي كده. اوكي. فبرضه انا ما قصرت ثاني، اتصلت رد علي واحد. فأنا لما رد علي قال لي طالما المشاكل جت كلها ورا بعض احنا هنشوف. وحولنا الموضوع ده للحمايه، وكل ما اتصل كان يقول لي حولنا للحمايه. في النهايه بقيت ثاني ما 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 بتصل معي. اخر مره كان عملت ايميل عملوا لي بلوك. تمام، هم عملوا لي بلوك بقيت بتصل بالتليفونات، الناس حذروني في ال اسمه ده في ال في ال في النت بتاعهم، ما قادر ادخل على الصفحه. اي ولا قادر اتصل. يا اختنا عياش. نعم. انت عايز عندك الاخر كلام، اخر رساله الى المكتب المفوضيه هنا في مصر. الرساله أيوة. عايز توصلها الاخر كلام، انت عايز تقول لهم ايه بقى؟ انا عايز اقول للمفوضيه انا ما لاقيه حمايه، وانا انسانه مريضه، انا تعبت يعني من الوضع المغري اللي انا عايشه فيه. تمام؟ يعني انا انسانه لوحدي ما معي حد. وانسانه بعد كده واقفه من الشغل ما بقدر اشتغل، ما عندي الطاقه ما عندي المروءه بشتغل. وبتهم كرتاز بزياده سبب مرضي. كرتاز بيديني علاج كوليسترول وعلاج ضغط وعلاج سكر شهري. العلاج ده انت ماشي فيه سنه كامله، الدكتور لو بيجيب سماعه يشوف الضغط بتاعك ولا يشوف صدرك ولا اي شيء يكشف عليك يعرف انت عندك شنو، ولا يعمل لك تحاليل. انت يخطوك بره يستلموا منك البطاقه دي ويدخلوها جوه ويكتبوا ويطبعوا الورقه ويجيبوا لك الدواء. تمشي تلقى الدواء مغير، الدكتور غير الدواء، انت غيرته على اي اساس؟ انت ما فحصت لي ولا كشفت لي ولا حبستني ولا عارف عن اي شيء، بس تشيل كل مره تكتب دواء وتغير الدواء. يعني الدواء ده سيء والبيجي اسوء منه. تمام؟ فدي برضه حاجات انا يعني بيجيني بحس طعن في القلب. تمام؟ وبحس يعني اعراض كثيره وما قادره القى دكتور عشان اتعالج. ليه؟ لانه ما عندي قروش. ودكتور كرتاس انا ما اقتنع برضه به. ليه؟ لانه ما دكتور تخصص، دكتور يجيبوا لي كل المرضى اللي عنده عين واللي عنده جرح واللي عنده اي مرض، يقول الدكتور الواحد ده يكتب لك كل حاجه. وفي احيانا اخذ الدواء كده يعني بتعب بيأثر معي في المعده. فده برضه سبب، يعني سبب لمرض الناس الخيري. يعني الدكتور احنا عارفينه بيقوم بعمل لك تحاليل وبيقوم بكشف لك وبديك ضغطك وحتى يوزنك ويعرف اي شيء نقدر حدث لك نوعيه الدواء، يعني هل انت شفت اغير لك؟ لكن ازاي انت تغير لي دواء انت من دون ما عملت الحاجات دي؟ سنه كامله انا اخذ في العلاجات دي. دي كلها بتأثر في صحتي، يعني أنا حسيت صحتي كلها ماشية في تدهور. صح. والله العظيم بجد، ولما تمشي تجيب لهم حاجة من برا يقول لك لا أمس مستشفى حكومي، والمستشفى الحكومي بعد التخصصات بتكون ما في.
الواحد ما عارف يعمل شنو يعني. طيب تمام، عندك أي كلام تاني أي تضيفه؟ والله أنا بس عايزة حل، أنا عايزة حل جذري، حل جذري وضعي المرضي والمزري. تمام، أنا خلاص هنا وصلت، تعبت. طالما المفوضية ولا هي مكنسلة الباسبور بتاعي، وهي ما قادرة تحميني ولا قادرة تعالجني ولا قادرة تعجر لي ولا قادرة تديني أي حاجة تسفرني، تديني وثيقة سفر ولا تعمل لي باسبور عشان أنا أمشي بقى أي مكان تاني. أنا هربت من هناك، جيت عشان ما أموت، عشان أعيش. أنا جيت هنا بقيت بموت بالبطيء، هم قاعدين يموتوني بالبطيء. طيب تمام، ده كلامي للمفوضية. تمام خلاص، الشكوى بتاعتك يعني خلاص تمام، ننزله في الراديو مبادرة الحقوق اللاجئين إن شاء الله، يكون ماشي المفوضية يسمع الكلام ده ويرد تمام طلبات اللاجئين ويتحفز على اللاجئين الحماية. أيوه شكرا، هو ما في حماية، ما في حماية، بس شكرا الحمد لله. شكرا شكرا، لاتصال سلام الراديو عليكم. مبادرة، شكرا شكرا، سلام عليكم. ميرسي. الو، ايوه مين معك؟ ايوه كنت معك جيت. جيت معي؟ ايوه. تمام، هلا اقدم شكوى كده ان شاء الله. عايز اقدم شكوى في الراديو مبادرة الحقوق اللاجئين. نعم نعم ايوه. تمام، اهلا بك في البرنامج قول الحقيقة، كيف اخبارك؟ نعم. يا اخونا الحمد لله، والله الحمد لله، كيف انتم؟ اخونا جيت والله كويسين تمام الحمد لله، انت من اين الدولة؟ انا من جنوب السودان. تمام اوكي. طيب عندك شكوى عايز تقدمها؟ ايوه عايز اقدم شكوى بس من المفوضية دي اللي شوف. تمام تفضل تفضل يا استاذ الفريد. يا اخي الناس دي من دق لهم تليفون، واحد ما بقول اسمه عليك، ده حاجه غريبه غايته، مش عارف في المكتب. انا يوم الاثنين دقيت تليفون في المفوضية عشان انا عايز اتكلم في موضوع بتاع الاضافه. ايوه يلا، بعد ما عرفها لي تليفون قال لي هذا رقم ملفك، قلت له انت انا عايز نفهم بس انت اللي اسمك منو، انت المواطن بتتكلم معي. هاي لما قلت له كلام ده قام قفل الخط. انا قلت له بقى انا عايز اسم المواطن بتتكلم معي، قام قفل الخط. قال لي انت عاوز موظف ولا عاوز تقدم شكوى بتاع؟ قلت له لازم انا المواطن بتتكلم معي، لازم نعرفه في المفوضيه. ايوه شغل محتاج هذا. ايوه قام هنا بلطجه، لا ما بديك اسمه ده، شغل بلطجه فوضى. ايوه ايوه فضل. مضطر يا استاذ الفريد، مضطر نحن كان دقينا للبيستك ولا للمفوض الرئيسي، مضطر الموظف يقول اسمه عليك، انا موظف فلان فلان. زي ما انت بتديه معلومات بتاعتك، ايوه زي ما هو بديك اسمه، هو شغال في المفوضيه لكن يكلم لازم يكون يديك اسمه. لا ولا كل ما اسمه في مشكلة هنا. ومن المشكلة بيتعلق يا استاذ البرد، عشان انت من حقك تعرف اسمه. ايوه نعم ايوه، زي ما من هو حقه شغال بالمفوضية بياخد الرقم ملفك بتاعتك ويشوف كل الحاجات، لازم انت تعرف انت بتعمل مع مين بالظبط. ايوه ايوه وبعدين وبعدين اصل هو واعمل ايه؟ انا بعد ما انا قلت له معي مين الموظف بيتكلم معي، قال لي انت عاوز تقدم شكوى بتاعتك ولا عاوز موظف انت، وقام قفل من الخط.
ما خلاني اتكلم كلامي. قفل الكد. قفل الكد ايوه. ايوه عشان هو خواف، هو خواف او قواف، بيشتغل دايما بيشغل يعني ما معروف، هو ده خواف وزول ما تمام. زول ما شغلهم ده، شغلهم ده مش ده شغل مافيا وكذا الفرد. انا قلت عليك، انا قلت الكلام ده من بدري، لازم لاجين يعرف الناس دي مكتب مفوضية دي اللي موظفين شغالين جوه ده ضميره ما كويس، دي اللي شغالين سياسة ليس شغالين شغل بتاعت المفوضية المعروف حقوق الانسان، لا دي ما انسانين اللي شغالين جوه ده، كتير منهم ما انسانين، هم شغالين ضد اللاجئين الافارقة، ده بصراحة بقول الكلام ده. طيب يا استاذ الفريد، طيب كلام ده كده ما ينفع لي. تاني حاجة شغالين مافيا، شغالين يعني رشوة. نعم شغال رشوة. رشوة. ما يديك اسمه بالكامل، في بعض منهم بيديك اسمه واحد. فاهم؟ ايوه. ايوه، ما دايما بيعمل كده. يعني أين المكتب أو أين المنظمة بيشتغل بالأسلوب زي ده؟ ده منظمة خالد، ده منظمة، أنا أول مرة أشوف منظمة لما تسأل الموظف اسمه هو يقفل خط في أذانك، وأنا بعدين هو شغال ليه؟ ما شغال لله، شغال علي أنا صح؟ أيوه هو شغال للاجئين، ما فيش لاجئين، ما فيش موظفين. أيوه. كان طيب وليه ليه بيقفل الخط؟ انا عايز اسال اسمك مين، الموظف بيتكلم مين وقام قفل الخط؟ يقول لي يا اخي انت تعال تقدم شكوى بتاعتك ولا عاوز اسمي؟ قفل الخط ما خلاني اقول كلام زي انا جايبها. تمام. وانت ده يا راس الرساله اللي انا سجلها، مشان نسجلها يا اخي، شوف اي موظف في المصو... في ال... في ال... في الاسم في المكتب هنا، اي لهجه تصل له لازم اقول له اسمه بالكامل، انا الموظف فلان فلان، عشان اعرفه صح ولا مصر. ايوه ده مش هو ده الحقيقه، هو ده الحقيقه. لكن كلام ده في المفاوضات كده ما في كلام ده في المفاوضات كده. يا قبل 3 يوم كان سان اندرو تصل الى واحده لاجئه، وانا عارف لاجئه معانا في الجروب مبادره الحقوق اللاجئين، جروب 2. طيب اللاجئه تصل علي على طول بعد ما خلص الاتصال مع الموظف في سان اندرو. طيب أيوة. اللاجئ قال لي في سان اندرو اتصل عليه، والشخص اللي اتصل عليه ما عايز اديه اسمه، وقال له هي عنده مواعيد كذا في معادي كذا في مكان كذا عنوان كذا، قال لي تقابل المحامي هناك، محامي تبع سان اندرو. طيب انا قلت كيف الزول ده اتصل عليه ومش اديك الاسم كذا؟ قال لي الزول ده قال ما عدو اسمه. طيب انا قلت ابعت لي رقم بتاعتهم. اللاجئ ده بعت لي رقم بتاع سان اندرو، اتصلته و الزول بتاع الموازي بتاع سان اندرو رافض يديني اسمه. ليه كده؟ قلت ليه انت مش عايز تديني اسمه؟ يعني انتوا سان اندرو شغالين بالشكل ده؟ قال لي لا. انا قلت ايوه، ما انت خايف من ايه؟ انت خايف من ايه؟ انت لما شغال وضميرك كويس، انت خايف من ايه؟ تديني اسمك. انا أيوه. اول ما اتصلت عليك انا عرفتك، انا اسمي كذا الفريد مبادرة للحقوق اللاجئين الافارقة. ايوه انت تعرفني باسمك كمان، انت مش عايز تديني اسمك ليه؟ ايوه. طيب قال له والله هم كده عينين، انا اتصلت للاي معلومة، قال لي لا خلي اللاجئ ده يتصل عليه. انا قلت حتى اللاجئ، انت لما انت اتصلت للاجئ ده انت ما اديته الاسمك، عشان كده اللاجئ خايفة. ايوه ما هي ما تعرف تتكلم مع مين بالظبط. ايوه نعم ايوه، لازم انت تقول الاسمك بالكامل، لازم يقول له الاسم الكامل ويجي له في المكتب، ما يجي له في حته ثانيه. انت شغال فوضى ولا انت شغال بالجامعة معروف ورسمي ومنظمه معروف؟ انت شغال ما شغال فوضى، انت شغال بمنظمه يعني رسمي ومعروف. معروف لازم تقول له اسمك بالكامل، انت شغال خايف من ايه؟ يعني تعليمات من سان اندرو ولا شوف بقى الاسلوب؟ هم كل المكتبات شغالين بنفس الاسلوب. يعني هم ما في شغل نظيف. طيب ده اقول له يا استاذ الفرد، ايوه شفت الناس اللي شغالين في البيستك والناس شغالين في سان اندرو، ديل كلهم بلطجيه بلطجيه وسان اندرو
مشغلهم معه عشان يجي يكلمهم بكلام كلام يعني ما منطقي. دبل طجيه كده ده دبل طجيه دول يقول لي دول يا اخي تعال لنا تعال ليش المكان يجيب في المكان كيف عشان نقول يا اخي يا اخي مكتب فاضي ما مكتب بس ما شغال شغال دوت الله يجيب. والله هما بصراحه نينا عارفين الكلام ده بدري عشان كده نينا يعني هنا هم ما عايزين يتواصل مع المبادرة الحقوق اللاجئين. هنا هم هور يعني هم في مكتب ديني نعرفين هدفه وكل هم شغالين فيه يعني نعرفين هم ما شغالين إنسانية هم شغالين أجندات سياسية ونينا ماليش دعوة في السياسة نينا في حقوقنا بس. أي باب غير المكتب المفوضية في مصر نينا نخبط أي باب واللي بيطلعنا من هنا الحمد لله وانا أيوة. قاعد ما فيش مشكله ايه بس المفروض في مصر انا ما قاعد دينه ولا اي حاجه في الهندي مساعدات ما عندي اي حاجه ما الكلام ده برضه ما ده برضه شكو دار اقدمه برضه وده شكو برضه عالق فوق بس اللي 3 سنين هذا يا استاذ الفريد ما جانا اصل مره ولا جنيه وتعبانين اهو ما عندنا اي حاجه. اوكي ما كلام ده كلام ده لاجئين كتير بيحصل عليهم. تسمع تخش في راديو بتاعت المبادرة حقوق اللاجئين الأفارقة في اليوتيوب هتسمع كلام تسمع شقوات بتاعت اللاجئين. انت فاكر المفوضية هنا ما بيسمع 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 كلام ده هو بيسمع ايوه قبل ما ينزل وما يسمع طيب أيوة. طيب كان يسمع ده مفتر يدينا نين الناس مساكين ده يدينا حقنا هما بيسمع الديل كده لما المنظمات غير يعني منظمات حقوق الانسان منظمات برا من مصر بيسمع التسجيلات يعني هما هنا في مصر مش هيسمع لا هما بيسمع طبعا هما ما يساعدونا هما ما عايزين تيم هما منظمات البر ديل ما يساعدونا ولا يشوف لي هاي يشوف لنا حلول هاي يطلعونا من بلد ده ولا يشوف لنا حل ثاني لا 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 الحل اللي يجي من هنا يعني لا ما في شيء ايوه عشان كده نينا مدور البديل من برا مصر وان شاء الله فيه بديل ان شاء الله والله عايز بديل البديل واما هما نتغيروا او نحن نجيب البديل ما فيش حل تاني هو ده الاثنين ده ما فيش غيره اما هما نتغيروا بيعطي الحقوق بتاعت اللاجئين اما نحن نجيب البديل بأي أي شكل إن شاء الله إن شاء الله البديل ده موجود نينا بنمشي بالإجراءات بس البديل موجود ما هذا غايل لا موجود البديل والباب مفتوح علينا ونينا نجيب البديل أما هم تغيروا رحيهم بغير ليه سياساتهم في المكتبة المفوضية ده في مصر أما غير سياساتهم بيكتب تقريرات زي ما اللاجئين بيقول ده أول حاجة. تاني حاجة بيطلع وثيقة سفر للاجئين أيوة. أما نفس الشكل ده نين نجيب البديل بتاعه بس كده كيف البديل ده أستاذ الفريد مين منتظرين ولا إن شاء الله ينقضى في الحتة ده والله البديل مع يدي يعني الأسبوع الجاي بديل مع يدي ما يكون أكتر من الأسبوع الجاي بديل يكون جاهز بس كده ان شاء الله ولا يا استاذ الفريد ولا لا اراد مبادره حقوق اللاجئين ده شفت من ما جاء خير اي حاجه من المفروض خيره ولا ما اللاجئين بقوا فرحانين شويه بالمبادره لان المبادره بقوا قاعدين يديهم حقوق بتاعتهم وصل صوتنا بره برضه والله خيته مبادره ده اللي يخلي لنا ان شاء الله والمفروض ده بس للاخر كده ما عايزين نقول مصريين اللاجئين هم انت عارف يا اخونا جد ايوه مكتب مفوضية ده ما مكتب كويس ما فيش اي حمايه فيها لا حصل معك حاجه ما فيش حد يتوقف معك يعني ما فيش حمايه ده الكلام بس سياسه كلام فارغ ايوه ما فيش فايده في الحمايه بتاعت مكتب مفوضية هنا هم دار يشيلوا قروي دخلوا يجيبوا اسمعني مكتب مفوضية لاجي موجود يعني 30 سنة في المكتب المفوضية وانت ما قدرتش تضيع الحقوق الاساسي اللي الوثيقة السفر اللي بيديه هورية بتاعه عشان تحرك ما فيش يعني ده مكتب يعني غريب ده مكتب ضد الانسان اديل كده بس
تدد إنسانية؟ لا تدد ايوه إنسانية انت كده شغال، شغال عبودية ما شغال انسانية، انت شغال عبودية. نعم. والكلام ده انا بوزن الكلام، مش بقول اي كلام، انا لم طلع الكلام يعني بوزن الكلام. نعم الماء جابوها او محكمة موجودة حاليا ايوه بتاع محكمة بس كده. ايوه نعم 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 ايوه نعم الكلام ده لينا بوزنوها، ما مش بقول اي كلام في الراديو ولا بقول لك اي كلام كده او في بقول اي كلام، لا طيب يا استاذ الفيد، اصل عندنا جروب بيجي من بره ده وهم دخلوا من جيوبهم، ليه دخلوا جروب من جيوبهم هنا ما ادونا ليه؟ ده نعرف الكلام نفسه. إيه شوفوا الموضوع من هنا ما موضوع بتاعت فلوس، وهم عارفين الكلام المساعدات ما موزع كويس، مساعدات ما بيوصل لكل اللاجئين عارفين، ومساعدات ما بيوصل للاجئين اللي عايزين هذه المساعدات، ايوه مساعدات ما وصل للاجئين اللي هم يعني ظروفهم كعب ما بيوصل عليهم. لنا كل الدليل اللي موجود في راديو، نعم نعم احنا عارفين الكلام ده، لكن احنا عايزين ايه؟ انت لما ما عايز تشتغل شغل انسانيه ايوه سيب اللاجئ يمشي. ايوه بس ده الكلام ده احنا دايرين اللاجئين. ايه انت لسه انت عايز تدمر المستقبل اللاجئ عشان انت بقى تعمل بيها الرشوه؟ لا الكلام ده الكلام ده مش هينفع. هم يكون دايرين رشوه، انت ايوه فصل كده عايز يوطنوك في يا دول ثانيه، لا تقدم قروش. حتى هنا كم تحويلات، كم كلام بطريق غير مباشر. نينا ما بتاع رشوة، نينا بتاع عدالة نعم عادية بالحقوق، حقوق بس نينا بكلم فيها بس نعم كده. ايوه طيب وربنا هم ما كان من اي ايام ربنا تحاسب. ايوه نعم نعم ولا عشان كده نينا ما عايزين نتكلم في اي كلام، نينا مكلم في ليه نعم الحقوق اللاجئ الاساسي. من ده خليهم حق ياكلوا بتاعنا. الفلوس بتاع اللاجئين، خليهم ياكلوا ما فيش نعم مشكله، لكن الحقوق بتاع اللاجئ ده الهوريه ده ايوه لما باب الديل اللاجئين هنا مجيب البديل، ان شاء الله ان شاء الله البديل موجود، بديل موجود، الباب مفتوح، هنا بناخد الخطوات بس. الخطوات ما بيعدي بعد الاسبوع، بعد اسبوع الجاي ان شاء بس الله كده. ايوه ان شاء الله لا سيد الناس الجنوب ان شاء الله يعني لنا ان شاء الله منظمات الدول بره يعني ينظر علينا في مصر ولا في مصر او استاذ الفرد، ولا ما قادر نتنفس هذا نفس ما عندنا يا استاذ الفرد، نفس ما عندنا هنا في مصر لان منظمات لان ما بيجيبوا معنا ما بدون دعم ما بدون اي لا سكن لا ده لا اله الا مدارس. انا قدام لا عندي سكن لا عندي بيت ولا ما عندي مدارس ما عندي اي حاجه جاي ساكن بس. ايوه ما ده اغلبيه اللاجئين كده. وشال كرد او كرد او شال ساكن زي ورق يعني ما في اي حاجه فيه يعني حاجه بي انا بدعم فيها مثلا كده ابن ناس جنايه صغيره له 3 سنين ما دخل مدرسه يا استاذ الفريد ما دخل مدرسه، انا بعمل اجراءات وبقول رساله بيجيك رساله من 2000 و من 2020 لحد 2021 ما في رساله جاني حتى الان. يا انت عارف على فكره اولا اللي بعد ما اللاجئين هنا في مصر في بعد ما جنسيات اولا في واحد جنسيه او اتنين جنسيه اكثر من 1000 واحد ملفه بتاعهم مفول. طيب ليه ليه يقفل ملفهم وده الناس نازل اللجوء ده ناس تعبين اللجوء يقفل ملفهم ليه؟ وقفل الملف بتاعهم، وناس اصلا هم يعني عايزين حمايه. ده الكلام اللي يعني قفل بهم ملف بتاعهم قفلوا الملف بتاعهم وهم موجودين هنا. الكلام ده كيف يعني؟ يعني زول داري ما يقفل ملفهم كيف هو الناس المفروض بتاع ايوه مصر بس ده عايزين يعمل انا ايه؟ من هنا علي من هذه الاتصال راديو ده انا مبلغ اي لاجئ قفلوا الملف بتاعه خليه يرجع يتصل علينا. نحن عايزين كل اللاجئين قفلوا الملفات بتاعهم، عايزين كلهم. نحن هنجيب لهم ايه؟ البديل. البديل نحن هنجيب لهم البديل من جوه هنا، من جوه هنا نجيب لهم البديل. ان شاء الله ان شاء الله ايوه من جوه هنا نجيب لهم البديل، وبعد كده نحن نورم الطريق، هم هيروحوا في عين المكتبه المفوضيه. والله ان شاء الله يا استاذ الفريد، والله في ناس كتير انا لهم ملفهم ولا والاستمارة، قاعدين هنا. استمارة تسجيل أديل كده لطالب ايوه لجوء هيجي علينا في المبادرة. ايوه
ونين نسجلهم كلهم يعني. لا وصل قبل ما تطلع من هنا يجي له الكارت اللجوء بتاعه من بره. ايوه الكلام ده كلام، ما كلام كده الهوى. ايوه ولا ان دي صح، بس استاذ الفرس اللي جنب جنبي هناك في الـ في الـ في عين شمس، ولا ملف بتاعهم مقفول من 2018. ايوه اتفقنا علينا نين عملنا الليست بتاعت كل الناس ديل ده الملف بتاعه غالي، يتصل علينا بس خلي ما يعمل اي دوشه، يتصل علينا. ايوه في بعدين نين نرجع عليه ونسجله بس كده. ايوه في باقي لهجين يا استاذ الفريد، ما هو كرر يعني ما قاعدين يتكلموا في راديو اصلا، لانه بخاف عشان ملفات بتبقى بقفلوها. لا ما فيش حد يقفل ملفك عشان هم اسمع لكل الناس اللي قال اللي قفلوا الملفات في المفوضيه دي، خلي المفوضيه يطلع عليه من شهاده تقفل الملف، خلي يحاول يعمل السؤال ده للمفوضيه. يعني انت كنت قفلت الملف بتاعي، هديني شهاده اللي بيقول له انت قفلت الملف بتاعي. نعم نعم خلي ورق بدوك سؤال وعي يرجع عليه من الرد كيف بس كده. ايوه ايوه وبعد منهم قال لي قفلوا الملف، ليس ما قفلوش شغال. ايوه ايوه طيب الكلام ده، ما ده كلام هتيال كده متهالين هم. ايوه ما انت واحد لما قفلوا الملف بتاعك يطلعوا لك شهاده يقول لي انت درسنا الملف بتاعك مقفول خلاص، اول شهاده بتاعتك أول. بس كده، لكن ما فيش كلام بس يقولوا لينا قفلنا الملف بتاعتك بالكلام. لا ده اللي لازم يكون في دليل. ما فيش اداره بيرد عليك بالكلام هو، لا لازم بالزبات اوراق. ايوه لازم يكون في اوراق. نعم ايوه ايوه تديله ورق مكتوم من المفوضيه، لازم اللاجئ يفتح ودان فويس يسمع الكلام ده. نعم نعم ايوه بس كده. وطبعا اللاجئين يا مد لما سمعوا المبادره جاب ورقه بتاع توطين ناس يعني. أيوة. الاستماره بتاع توطين، استماره بتاع توطين، الحاله بتاعت لاجئين الافارقه في مصر حاله طوارئ، حاله ايه؟ طوارئ جنسي. اللاجئين هنا اغلبيه بتاعهم الحاله بتاعهم طوارئ. نعم نعم الاستماره التوطين ده انت لما عملت الانترفيو استماره التوطين اللي بيقرر ايه؟ اللي بيقرر بديك التوطين الدوله بيدي التوطين. نعم. ما اي مهذب يقول لا لا الكلام ده ما مظبوط، انت عندك مشاكل وعندك كل الدلائل يعني. أيوه. ايه اللي بيخليك انت تقعد هنا زي العبيد؟ لا الكلام ده ما ينفع. ايوه في ناس بتقعد كتير حتى لما عندك التوطين انت من حقك تاخد الوثيقه السفر وتطلع. ايوه تشوف أيوه. مكان تاني. ايوه انت هور يعني الكلام ده ما ينفع. طيب كلام ده طبعا ما في هنا استاذ الفرد، الكلام ده هنا في المفوضيه في مصر الكلام ده ما فيش. انا عارف الكلام ده يا اخونا جيد، انا طلبت وثيقه سفر 2014. ايوه ايوه المكتب المفوضيه سلم الطلب الرسمي بتاع وثيقه السفر، انا سلمته. قال لهم ما يرجع للمين؟ هم من الكلام بتاع المسؤوليه. الموظف اللي شغال في المفوضية عندي اسمه موجود. واليوم اللي انا اديتهم الورقه كله ساعه كل الكلام ده، انا كل الكلام بالدليل. قال لهم ما يرجع للحكومه المصريه، قال الحكومه المصريه يطلع لك كل وثيقه سفر كويس، ما يطلعوا كويس. طيب انا قلت ليه المسؤوليه بتاعت المفوضيه؟ ده مسؤوليه بتاعته. ايوه هو يشتغل فيها. وهم طلع كذابين ليه المفوضيه؟ لانه اول ما تسجل في المفوضيه انا عملت لهم كل الاسئله دي. انت قابلت الكلام ده هم شخصيا؟ ايوه انا قلت عليهم انتوا بتصدروا وثيقه السفر ولا لا؟ قال ايوه انت بعد ما اخذت الكارت الازرق من حقك تطلب وثيقه السفر. نعم نعم هم نعم قالوا نعم كده، ولكن بعدين بعد كم سنه دلوقتي؟ ها؟ كتير بعد كم سنة ما فيش حد رد، هم كذابين. ايوه طيب كذابين اديل كده بس. طيب هم كذابين ها، طيب مضطر يجي جهة تاني من الجنب عشان يتكلم معاهم. ايوه الكلام ده يجي بالراحة. الكلام ده بيجي بالراحة، الصوت اللاجي الحقيقة دلوقتي بدأ بيطلع صح؟ عشان نعم نعم كده ما فيش أي شيء، الكل التقرير ماشي من مكتب المفوضية ده. والله انا متاكد مزور التقارير ما تمام،
ما صح تقارير ما ده الحاصل مع اللاجي بالضبط. هم بيدوروا التقارير، انا متاكد في الكلام ده. ايوه بيكتب يكتب التقارير زي كل الحاجات دي حاصل مع اللاجي، كل شكاوات بتاعت اللاجين هم ما برد. الدليل يعني نينا بعد ما رسلنا عليهم كل التوقيات بتاعت اللاجئين، رسلنا عليهم الطلبات الاساسي بتاعت اللاجئين بتاع التوقيت اللي عملوه فيصل الله. ايوه في الفيصل دي. ايوه نينا وصلنا في المكتب المفوضيه عملنا شكوى ما فيش حد رد. اديته التوقيت دي حتى نحن رسلنا كل التوقيات وكل الطلبات بتاعت اللاجئين في جنيف، جنيف رد عليهم هم كمكتب مفوضيه. ومكتب مفوضيه اتصل علينا قال لي انتوا عملتوا شقاوات في جنيف وجاء لك الرد وانين عايزين نعمل معاكم اجتماع. انا قلت انتوا ما عندكش الفكره ده؟ لا لا ما عندهم الفكره. انا قلت روح في الصندوق البقص بتاعتكم ده هنا قدينا شكوى هناك ولا انتوا اللي نفضتوها وجنيف رد علينا. شوفوا بقى مين الكذاب. يعني سالوك يعني عشان انت مشاري ودير في شقاوه في جنيف عشان كده جا قال لك انت ما مره كلمتنا يعني. ايوه انا قلت انتوا اللي كذابين. الكلام ده كلام عندي الدليل. ايوه نعم. كلام مسجل. نعم ايوه ووزعته في كل المنظمات كلام مسجل. عشان انا مش عايز واحد كذاب، انا مش عايز واحد يكذب في حقوق الناس، لا الكلام ده مش هينفع. ترى يا استاذ كويس. اه اما انت يعني كذاب بس كده. شفت الاوراق كل اللي بيعملوا ده بيكتبوا كلام ما قالوا لها يمشي ودوه برا قال لها ده كويس ولا لا ما في. أيوة انت التقارير يا ماما انا التقارير. ايوه اصلا اصلا انا بقول عليك اصلا الاستمارة التوطين او استمارة الانترفيو بتاعت المفوضيه ما بيمشي زينب ذاته. اسمع كويس، الاستمارة ذاته هم الانترفيو بتاعت التوطين ده ما كان حصل المشاكل بتاعتك هم ما يعمل انترفيو. حتى لو عامل في انترفيو هم بيعمل بالاسلوب ما بالكلام اللي بيقول اللاجئ واللي حصل مع اللاجئ بالظبط. في كم لاجيات هنا حصل لهم الاغتصاب؟ نعم في موجود كم واحد لاجيات هنا؟ كتير كتير. انا كتير واحد بيتصل عليا كتير بيتصل عليا وهم عايزين واحد وظروف يعني عايز حمايه فورا. نعم عايز حمايه فورا. ها لان وهم الكلام ده الكلام ده هم عارف الكلام ده الموضوع بتاع اللاجيات عايز الستات او بعد ما الاسره اللي عايز الحمايه والتوطين فورا ده موجود. هم عندهم الاسلوب هم سمع يجيب لنا الاستمارة توطين يا عواش. ما فيش حد يقدر يخالف في ربنا، ربنا تحاسب في ايام ربنا تحاسب في. ايوه ربنا محسوبه ما ده غلط اللي بيعمله كده. اللاجئين ما عندهمش القدره لكن ربنا بيحاسب. نعم 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 يا استاذ. ايوه فيك اي رساله ثانيه يا اخونا؟ ولا انا شفت ده الكلام في الموضوع بس بتاع الاسم بتاع الموظفين ده اخونا. انا نرسل رساله لنسجين بس يا اخي اي موظف قاعد في مفقودين لازم يعرف نفسه للهجي عشان يعني الله يعرفه. ايوه ده لازم 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 اوصل اصل كان الموضوع ده موضوع صعب شديد يعني مثلا كده بيست كنا سان اندرو ديل ما بقول اسمهم ليه. ايوه عشان هم شغالين يعني شغل بقى نادير ده شغل ده شغل ده صعب ده استاذ الفريد ده شغل ده صعب. ايوه هو ده اللي اسمه ده شغل ده صعب والله. ايوه بالظبط. وانا كنت انا بشكر هذا المبادره حقوق اللاجئين لان راحت سراكي جاب لنا حقنا وانا فرحان بو شرف كده. انا فرحان بالرائد المبادر حقوق اللاجئين ده الحق انا بعرفه يا اخو ده الحق. اوكي شكرا استاذ راديو مبادره الحقوق اللاجئين في البرنامج قول الحقيقه. شكرا لك شكرا لك استاذ شكرا لك كثير والله شكرا لك.